شنو؟ مبروك عليك. وايلي سقتي الخبر الله يبارك فيك. وانت راه دايره بوم كلشي عارفه. وانت راه الله عيطوا لي الاداره انا الفوق قال لي راه اليوم قالوا لي الخبر راهي وصلتكم هادشي ديال التلفازه ما تيتغباش سبحان الله. انا دايره بوم مين علاش كتهضر انت؟ على زياد عيط زادوني في الصالير انا. لا انا كندوي لك على الزياده ديال السعديه. شكون السعديه؟ زيادة الصالير تا كيزادوا علينا كيما زادوش علناش كيتزاد علينا كاع حنا. هضرتك معقولة. واش من زيادة كتهضر عليها انت؟ والسعدية اللي كدير القديدة مسكينة كل عام حيت ما كتولدش وتفايلت بوجوهكم وولدات المرا. واش دابا انت موقفة لنا برنامج وباقي تابعنا الدراري خصهم يدوزوا باش تقول لي راه السعدية ولدات؟ دابا صلاح بيني وبينك انا وعدت السعدية قلت لها راه راجلي صاحب جمال الروح بالروح. ايوا وعدت قلت لها راه هو نديو تما كاينه جمال يدبر لي فلوريقات ولا يدير لي مارياج بلون ولا يدير لي شي فيزا ودي الدري يدبر على راسو في الغربه يبقى حاصل معانا. ولكن لا جايبها لي هنا. ايوا حتى زعما تدخل لينا في هذا الشيء والناس يعاونونا في الزروره والمحسنين يتعاونوا معانا والدري يدي معاه حتى هو الرصيطه ديالو. لا واش باغا تجي معايا الزروره من عند الجمهور؟ ايوا شنو واش بغيتي تسطيني؟ مالك صلاح ديما كتحكرني قدام الناس علاش ديما كدير لي هاد الحاله؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. الله ياخذ فيك الحق. جمال كوميدي كلوب برافو عليكم بارك عليك يلا مشيو ديما في الانرجي والضحك والنشاط وانا تنجمع هاد الوليدات اللي غادي يدوزوا قدامكم. ضربت واحد الدويره تال سيدي بنور وجبت لكم واحد السيد اللي غادي يطرب الجمهور كي جاتكم هاد القافيه هادي واعر هادي صفقوا معايا عافاكم بحراره على المهدي الشاوي علي علي السلام عليكم. قبل ما نخرج من الدار قالت لي الوالده ها انت وليدي رد بالك وحدي سروالك وعندك لا جبت الصداع. هي راه ما عارفه الصداع هو اللي خارج من الدار. انا اخر مره جبت فيها الصداع ضربتني الوالده بالتصرفيقه 5 ايام مونامي وانا كنشوف الضبابة. حيت الوالده عندها واحد يدين ما فهمش العروق فهم القنانب. إلا مشات ضربات شي واحد بالتصرفيقة كيمشي ديكلاري كيقول له ما ضربتني ببالا. عاد كاين واحد النوع الأمهات تحية ليهم بحالهم بحال الوالدة. عاد كاين واحد النوع الأمهات بحالهم بحال الوالدة كيآمنوا باللي العصارة كتربي 100% كتبغي تضرب ولدها كتلقاه هازة ليتيو فيه 6 متر طول ومتر عرض وواقفة لي قدام الباب وكتقول لي زيد دخل تي فين غيدخل هاد زاليتي وفي 6 متر وباغا تسوسي الزربيه حشومه. انا شخصيا بغيت نعرف علاش عزيز عليا الصداع. مشيت بحثت مزيان اكتشفت بان كاع الدراري صحابي كبروا فرماج دانون حليب شوكولات انا باقي صغير وكرضعتي مشحر بحال كنكمل الشقوفه وكتفيق الوالده مع الصباح وكتقول لي مالك وليدي صابح مفزق ليا الفراش شي حمد الله الوالده من اللي صابح مفزق لك الفراش تعاطيني رد عكت السيطره خاص نصيغ الدار. انا قاعد دراري صحابي الصغر كانوا كيمشيو للمدرسه بشكايرهم
انا كنت كندي صاك ديال الحمام، الناس غادا تقرا وانا غادي ندوش. هذيك النهار عندنا حصه ديال النشاط العلمي، حليت الصاك بغيت نجبد النشاط العلمي، جبدت مايو ديال الوالد بمقابطو. انا كاع الدراري صحابي في الصغر كانوا كيمشيو مع مواتهم للحمام عادي، انا فاش كنت صغير كاع ما كنتش كنمشي مع الوالده للحمام. علاش؟ حيت ما كانوش كيثقوا فيا، حيت زارج بموستاجي خارج نشبه الوالده. الوالده من داك النوع اللي كيمشي قدام شي جرده وكيقول لك اجمل ما في الحديقه هواء نقي، ولكن اللي كنت كتسقى مزيان ماشي انت عندك جرده فيها 70 متر وكتسقى ب 7 متر ديال الماء. شنو بغيتي نوض فار مانو برطال ولا برتقال المره؟ واحد السيده ساكنه حدانا مع كترش معززه على الطبيعه قدام بابها دايره جرده زارعه فيها الشيبه، عرفتي ديك الشيبه كابره بالسوائل ديال الحيوانات، وكتقول لك غنزرع الباكور، سقيتي الشيبه. هذيك الناريه عطاتني قبطه ديال النعناع شديتها ديتها للوالده، عمرات على براد ديالها يشربوه. الوالده هو يبدا ينبح، الوالده جهلات، اما واحد جدها ترى بدات تقاقي. شفتها عديتو مع الدكتور بيطاري، خرج عندي قال لي شوف ولدي باك راه ملقى من المالينوا. دابا في اوروبا يا سلام عندهم شي جرادي مع كدرش ما مسقيين فيهم شي ليمون قد الكره الارضيه ديال كازا. حنا لا، انا راه عندي واحد جدي زارع واحد الجرده عمرو سقاها، كيسقاها الا بغا يتوضا فيها. عاد مع كدرش ما توضا فيها خيز ولا في الايمان. شو دابا في اوروبا الا دخلتي شي جرده وقلبتي لابوبيل اللي كاينه في هذيك الجرده شنو كتلقى فيها؟ كتلقى فيها لومبالاج ديال بيمو، بوشيطه ديال تليفون خاوي مشارج. حنا حاشا واش تلقى هادشي. حنا اول حاجه الا لقيتي لابوبيل وقلبتها شنو كتلقى فيها؟ كتلقى فيها مرقه بيتها، كتلقى فيها حريره ديال سيمانتين مع كثره محماضه تخوى على يدك تحسك لك. كتلقى فيها ليكوشه ديال وسيم عنده 27 عام باز هذيك لابوبيل تهز هذيك ليكوشه. شو دابا انت الامهات في اوروبا يا سلام المراه كتناقش هي وراجلها كيدخلوا للبيت مخاصمين كيخرجوا مصالحين، هادشي على قبل ما يتعاقدوش لمولادهم. حنا لا، انا راه عندي واحد الوالده ترى كتزيدي والوالد في الهضره ترى كيتناقشوا كتسمع او احمد وانت تعاد تشوفوك ولا باغي يضربني. ومنعم وانت تعاد تشوفوك ولا تلهيت وطاليس وانت تعاد تشوفوك شو لديني. Allez! Bravo! Bravo! Hey!